نور الدين وكيل في اتجاه المعترك محاولة خاطئة شباب المسيرة وهدف حنفي وحنفي. إذن هدف في شباب المسيرة والموقع الاختصاصي عزيز جنيد. إذن عزيز جنيد يبدأ وهنا في مباراة شباب المسيرة والوداد فاس وطرحة كبيرة بالنسبة لطاقم فريق شباب المسيرة بعد هذا الهدف. إذن عزيز جنيد يسجل هدف السبق لشباب المسيرة، هدف باغتا طبعا انصار وكذلك لاعبي فريق وداد فاس. إذن هدف السبق مشاهدينا الكرام ياتي في حدود الدقيقة 13 وطرحة كبيرة لعزيز جنيد وطاقم بدلاء فريق شباب المسيرة. العين ضربة خطأ نور الدين وكيل، كرة مرفوعة تغطية سيئة لمدافعي فريق المغرب الفاسي. نعاين يستغل الفرصة عزيز جنيد ويسكن الكرة أمام ارتباك واضح للحارس.